وكان منفذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين أنيس العمري وهو تونسي الجنسية، أما منفذ هجوم نيس الفرنسية في شهر يوليو الماضي فكان فرنسيا من أصل تونسي. في هذا الصدد قال مواطنون تونسيون إن انتشار التطرف في البلاد على صلة بالوضع الاقتصادي. قال بعض المواطنين التونسيين ان انتشار التطرف في البلاد يتعلق بالوضع الاقتصادي وارتفاع نسبه البطاله فضلا عن التعليم والتربيه. شنو يخلي من اللي يحكم من البطاله ومن العبد اللي يكون معناها كان جاي يخدم على روحه كان جاي مثقف كان جاي معناها قاري ما يخليش كما نقولوا فيها الشباب نتاعنا يمشي يجاز ولا يمشي هيك كله ما نقولوه نحن بلغتنا تخلف. خاطر ناقص جاهل مش كان جاي يخدم على روحه كان جاي معناها عنده حاجه يمارس فيها وكان جاي عنده عمل قايم به ما يخليه شيء معناها اليوم مش يمشي شنو نحن علاش بلادنا كلها ماشي للرياض ماشي معناها الجهد الكل علاش خاطر نحن عندنا نقص الخدمه. نتصور انا خاطر ماهوش قاعدين مثقفين دينيا وهم عنده نقص معناتها في الثقافه ولا في المعرفه ولا في معناتها شنو يلزم. وأشارت معلومات مطلع العام الجاري إلى انضمام الآلاف من التونسيين إلى التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا وليبيا والعراق، وأصبح عدد النساء يمثل نسبة كبيرة منهم، بينما ذكرت تونس أنها تخضع 800 شخص على الأقل من المتطرفين التونسيين الذين عادوا من سوريا وليبيا والعراق إلى البلاد للمراقبة باستمرار. وبالإضافة إلى ذلك احتشد التونسيون يوم السبت بالقرب من متحف باردو بمدينة تونس احتجاجا على التطرف، حيث قال بعضهم إن على الحكومة تعزيز السيطرة على المشتبه بتورطهم في الإرهاب ومحاكمتهم عند وجود الأدلة ووضع قيود على حريتهم في حال عدم محاكمتهم.